قيم الانتماء الحقيقية انك انت اولا ما تقبلش اي شكل من اشكال الفساد. ومن ضمن الفساد بالمناسبة ان العمل ما يمشيش بالشكل المناسب ليه، ده فساد. ان يولى الامر لناس ما تعرفش مجاملة، ده فساد. ان نتلاعب في الموازنات عشان نطلع كلام لا ينطبق مع الواقع، ده فساد. انك ما تطورهاش لان هي تبقى على مستوى الخمسين سنة والمئة سنة اللي جايين، ده فساد. ولا احنا هنسيب لناس ولادنا ايه؟ هنسيب لهم ايه؟ انا بقول الكلام ده لاني بدأت بكلمة الفساد بصراحة، لأن ده بيكسر معنويات الناس وبيدوم إحساس إن مفيش أمل. فده أول نقطة لازم ننتبه لها، إن نتجرد. مش بنقول بنحبها، بنحب بلدنا، ولا هو أكيد مش كلام أنا عارف، بس خلينا نطبقه بالفعل لواقع، بإجراءات، بضغط، ضغط عمل، ضغط إشراف، ضغط متابعة. أنت بتهابر في كل قطاع من قطاعات الدولة، محتاجة القطاع ده مش يشتغل، يهابر. عارفين يهابر يعني إيه؟ يعني واحد بينحت في الصخر عشان تقوم. دي فرصتنا، والناس كلها أمنتنا على مصر. هو مش كلام بنقوله الحقيقة، ده مش كلام بنقوله، ده كلام عايزين نعمله، ده كلام عايزين نعمله ولازم إن شاء الله نعمله. فدي واحدة نقطة الفساد في أي إدارة أو مؤسسة، دي محتاجة من المدير الكبير، من أول أنا لغاية أي مستوى أو نسق قيادي، يبقى منتبه للمعنى اللي أنا بتكلم عليه ده. ده مش معناه عدم ثقة أو شك في الناس، لا، ده معناه إن حضرتك تبقى متفهم إن اللي أنت شغال فيه ده ممكن يبقى جواه الشر فين، شر الفساد أنا بتكلم، وإزاي تمنعه. عينك ما تشوفش غلط وتسيبه. طب حلها ازاي؟ ده موضوع حضرتك، موضوع انك تحل المسألة ده موضوع حضرتك. طب انت ما انتش قادر، ما فيش وقت نجرب فيها، كفاية تجارب. احنا عايزين نجابه مشاكلنا بجد ونحلها بجد.